خلال عملنا في قسم الطوارئ بنواجه حالات كثيرة، مرات بتجينا حالات خفيفة يعني بتمر مر السحاب، مرات تجينا حالات خفيفة تعتبر خفيفة لكن بالحقيقة هي صعبة، مش صعبة لأنه تشخيصها صعب، صعبة لأنه نتائجها صعبة. من هاي الحالات اللي استرعت انتباهي شاب في مقتبل العمر يعني بالعشرينات عنده وجع في الظهر، هذا الوجع له فترة يعني حوالي أشهر، كان يمر على مراكز طبية ممكن على طوارئ مستشفيات أخرى يقول لهم أنا بشكي من وجع الظهر، يطلع عليه لقوا شاب يقولوا له هاي مثلا هاي مسكن، هاي مرخي عضلات، هاي إبرة مسكن عضلات، ويروح بس الوجع ما يفارقه يعني يخفف عنه فترة بسيطة يرد يرجع. مرة هذا الشاب إجا معاه كان أبوه زلمة كبير، فبقول لي هيك ابني يعني أنا له فترة ظهره بوجعه وبياخد مسكنات وما حدا عمل له إشي يعني، فأنا قلت خلينا نعمل له صورة أشعة، صورة بسيطة يعني ما لا تكلف شيء، إنه صورة لعظام الظهر، فصورنا له صورة عظام الظهر اللي هي الاس منها يعني لمبوساكرال. بس الشغلة الحزينة فيها طلع عنده فيها زي ورم، وهذا الشغلة يعني أزعجتني بشكل مباشر لأنه هذا كان ممكن له فترة له أو أشهر وهذا الشغلة موجودة عنده، وكل ما بكرنا في العلاج كل ما كان فرص المريض وتحسنه أحسن. لذلك بنصح يعني أطبائنا خاصة الشباب إنه لما يراجعهم مريض شاب ما يستهينوا بشكوى، كمان بنصح المرضى إنه اللي بيشكي مثلا من أعراض معينة وتتكرر عنده ما يستهين فيها ويراجع طبيبه ويعمل بعض الفحوصات الضرورية اللي بيطلبها منه الطبيب. وبتمنى السلامة للجميع ويعطيكم العافية.